بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. حلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات وآخر الترتيبات لمباراة الجولة الختامية للنادي الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم في ختام مباراة المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد حسم بطاقتين التأهل في هذه المجموعة. سيمبا في المركز الأول ب 13 نقطة والأهلي في المركز الثاني ب 8 نقاط. أيضا هناك استعدادات مهمة جدا لهذه المباراة واستعدادات محلية خلال الفترة القادمة، خاصة أن المشوار الإفريقي سيتوقف بعد مباراة يوم الجمعة وسيستأنف في منتصف مايو القادم، وبالتالي خلال هذا الشهر سيكون هناك العديد من المباريات المحلية سواء مباراة الدوري أو مباراة كأس مصر، لعل أبرزها بالتأكيد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. أيضا النهاردة كمان هنتابع الحدث العالمي، حدث كبير جدا، مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا، وأبرز حدث اليوم مباراة ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزي. طبعا مباراة العالم كل مهتم بهذا اللقاء وبهذه المباراة، وعلى المستوى المحلي هنا في مصر بالتأكيد في اهتمام كبير، خاصة أن فريق ليفربول بيضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نتمنى له التوفيق في مباراة النهاردة. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم له علاقة بالتأكيد بمباراة المساء النهاردة، مباراة ريال مدريد وليفربول. كل واحد يدخل يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وتوقعاتكم لهذه المباراة، هذه الموقعة الكبيرة ما بين الريال مع ليفربول، وبالتأكيد هي تكرار لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اللي أقيمت العام قبل الماضي، وبالتأكيد في لغة الكورة هناك صقر قروي ما بين فريق ليفربول وريال مدريد، خاصة بعد ما فاز الريال ببطولة دوري أبطال أوروبا العام قبل الماضي. لكن هنعرض كل مشاركاتكم بالتأكيد وتوقعاتكم لهذه المباراة في ختام برنامج الترند. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الخطيب يشارك في اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام. كمان في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لسيمبا. وفي الترند العالمي اليوم، صلاح يقود ليفربول في مواجهة ريال مدريد. استعراض مباريات اليوم، طبعا النهاردة أبرز المباريات، مباريات الذهاب في دور الكوارتر فاينال دور الثمانية، هناك مباراتين والمباراتين سيقام في نفس التوقيت. الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ريال مدريد هيستضيف فريق ليفربول، بالتأكيد مباراة قوية ومثيرة، وزي ما قلت في بداية الانترو العالم كله هيكون مهتم جدا بهذه المباراة، مواجهة ما بين زين الدين زيدان مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي. أيضا كمان في نفس التوقيت مانشستر سيتي في مواجهة أقل حدة وأقل قوة في مواجهة مع بروسيا دورتموند. طبعا لسه في مباراتين غدا، لكن النهاردة ده أبرز حدث مباراتين دوري أبطال أوروبا، وفي مواجهات تتكرر وكأنها نهائي مبكر. طب نروح بقى للشأن المحلي، الدوري المصري النهاردة كان في استئناف لمباريات الأسبوع ال 18، وخلاص دي بداية مباريات الدور الثاني في الدوري المصري، لكن طبعا لسه في هناك فرق أبرزه من النادي الأهلي لم ينتهي من مباريات الدور الأول. في الأسبوع ال 18 هناك مباراة أقيمت الساعة 3 العصر ما بين غزل المحلة مع سموحة، المباراة أقيمت الساعة 3 على استاد غزل المحلة رغم أن الملعب بالتأكيد فيه أضواء كشفة، لكن عموما المباراة اتلعبت الساعة 3 وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. في هذه اللحظات هناك مباراة أخرى ما بين أسوان مع إنبي، ومازال التعادل السلبي بين كلا الفريقين. طيب دي استعراض لمباريات اليوم. طيب وأنا بختم هذه الفقرة بالتأكيد النهاردة كلنا صحينا على خبر مؤسف وخبر حزين، وهو وفاة المستشار القانوني للنادي الأهلي الأستاذ حلمي عبد الرازق. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي والقطاعات الرياضية وشركة بريزنتيشن لايف ينعون ببالغ الحزن والأسى الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، والذي وافته المنية صباح اليوم. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. على المستوى الشخصي تعاملت مع المستشار القانوني للنادي الأهلي الأستاذ حلمي عبد الرازق على مدار سنوات طويلة، كان شخصية دؤوبة، كان شخصية بيحب العمل، بيحب دايما التواجد داخل النادي الأهلي، لكن طبعا الموت علينا حق كلنا، والنهاردة فوجئنا طبعا بهذا الخبر صباح اليوم. ربنا يتغمده برحمته، وإن لله وإن إليه راجعون، وخالص التعازي للأسرة الكريمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، وعندنا تفاصيل مهمة بالنسبة للمرحلة القادمة.
اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طبعا منذ لحظات قليله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب شاركوا في تشييع جثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي الاستاذ حلمي عبد الرازق، وبعد ان وفاته المنيه صباح اليوم مجلس اداره النادي الاهلي كاد نعى الفقيد على حساب الرسمي للنادي صباح اليوم الثلاثاء. جاء فيه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والقطاعات الرياضيه وشركه بريزنتيشن لايف ينعون ببالغ الحزن والاسى الاستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي. زي ما قلت لكم المستشار القانوني للنادي الاهلي الاستاذ حلمي عبد الرازق على مدار سنوات طويله جدا اتعاملنا معاه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني كمان على المستوى العملي. كان شخصيه جميله، شخصيه محترمه، شخصيه دايما بيحب النادي الاهلي، اشتغل في ملفات كثيره جدا مش ملفات اخر سنه او سنتين اللي كانت مسار الحديث، سواء ملف مثلا ستوك سيتي في موضوع احد اللاعبين اللي كان بيلعب في النادي الاهلي في الفتره السابقه رمضان صبحي، او ملفات كثيره جدا كان دايما موجود في النادي الاهلي، كان دايما بيحب يكون موجود في النادي الاهلي منذ الصباح الباكر. اي ملف كان بيطلب منه كان على طول بيبقى موجود. فبنتقدم بخالص التعازي لاسرته وربنا يتغمده برحمته باذن الله. طيب موضوع تاني عايز انتقل اليه وكان له علاقه بما ذكرناه الاسبوع الماضي، وكنت وجهت رساله للجنه الثلاثيه للاتحاد المصري لكره القدم بخصوص ختام الموسم المحلي اللي كانت اللجنه الثلاثيه اتفقت عليه مع الانديه انها هيكون بحد اقصى يوم 30 سبتمبر. بعد ما ظهرت الأجندة المتعلقة بمشاركة الأندية في الفترة اللي جاية وارتباطات السوبر الإفريقي القادم أو بعد القادم وارتباطات الموسم الإفريقي الجديد بالنسبة للأندية، وأن الموسم الإفريقي الجديد سينطلق يوم 10/9، هنا ظهرت الأزمة ووجهت الرسالة للجنة الثلاثية، وكان على الفور كان في تواصل من احد اعضاء اللجنه الثلاثيه. مش هتكلم في تفاصيل كتيره لان لسه في محادثات الفتره الجايه بخصوص هذا الشان، لان الموضوع ده مهم جدا. الناس في الفتره الحاليه مش مركزه ومش واخده بالها، لكن صدقوني في مشاكل فنيه وماليه هتتعرض لها الانديه، خاصه الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه الفتره الجايه. وايضا الاتحاد المصري هيواجه ازمه كبيره جدا في مساله تعديل مواعيد القيد وسيستم التي ام اس مع الاتحاد الدولي، وازاي المواعيد تكون متطابقه مع مواعيد الاتحاد الافريقي. اللجنه الثلاثيه قالت انا ما عنديش مانع، ممكن انهي الدوري قبل 30/9، ممكن انهيه في شهر 8، لكن لازم الانديه تساعدني في الفتره الجايه ويكون الانديه عندها الفرصه ان هي تساعد الاتحاد في وضع حلول بالنسبه للمرحله اللي جايه. قالوا كمان في احدى الاتصالات اللي تمت معايا الفتره الاخيره ان كل المباريات بتتلعب في حد او معدل زمني ما بين كل مباراه واخرى حوالي 3 ايام 72 ساعه، فهنضغط اكتر من كده ايه تاني؟ في حلول، فكره ان ممكن المباريات تتلعب بدون اللاعيبه اللي بيلعبوا في المنتخب الاولمبي الفتره الجايه، هل في امكانيه لو في مباراه دوليه بتتلعب او مباريات خاصه بالمنتخب الوطني ممكن مده المعسكر تكون هي الكافيه ولا لا، ولا ممكن تتلعب مباريات محليه الفتره اللي جايه في توقيت ضيق اكتر مع الاجنده الدوليه؟ كل الامور دي اكيد مطروحه للنقاش الفتره اللي جايه. لكن رد اللجنه الثلاثيه او احد اعضاء اللجنه الثلاثيه لما اتكلمت معاه في هذه الجزئيه قال لي كلام مهم جدا، قال لي الدور الفتره الجايه واحنا كلجنه ثلاثيه ما عندناش مشكله نناقش ونضع حلول ان الانديه تكون سريعه في او تخاطب الاتحاد بسرعه في وضع حلول جذريه بالنسبه للمرحله اللي جايه، وازاي الانديه كلها دور كبير جدا في وضع حل جذري لهذا الموضوع مع اللجنه الثلاثيه. الحل مش هيكون عند اللجنه الثلاثيه فقط، لازم الانديه فيما يخص كمال الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، لانها الانديه اللي هتتضرر اكبر ضرر اذا الموسم المحلي انتهى 30/9، لان الموسم الافريقي هيبدا 10/9، فبالتالي لازم الدوري ينتهي قبل 30/8، لازم الانديه تتدخل وتضع حلول مع اللجنه الثلاثيه بحيث ان احنا النهارده في شهر ابريل قبل شهر 9 بخمس شهور يكون عندنا اليات بالنسبه للفتره الجايه وجدول زمني ازاي نقدر ننتهي بكل هذه المواعيد، بحيث ان لما تيجي تحدد الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه الفتره الجايه ما يكونش عندك ازمه في المواعيد. لما تضع مواعيد التيم اس او سيستم التيم اس في مساله القيد وانتقالات اللاعبين مع الاتحاد الدولي يكون نفس المواعيد متطابقه مع مواعيد الاتحاد الافريقي بالنسبه للقيد الفتره اللي جايه. الحاجه الثالثه والاهم انك لو ما عملتش كل ده لا هتعرف تجيب صفقات ولا هتعرف تستغنى عن اللاعبين، وهتضطر تأيد نفس القايمة القديمة، فهتبقى خسائر مالية وخسائر فنية، ومش هتنفع ترجع لعيبة معارة، ولا هينفع كمان تكمل بلعيبة عقودها انتهت في شهر 5 أو شهر 6 ولسه الموسم ممتد معاك لشهر 9. فبقى زي ما وجهت رسالتي للجنة الثلاثية وكان في رد إيجابي، الفترة الجاية على الأندية أن تصارع في الحديث مع اللجنة الثلاثية لوضع حل جذري لكل هذه المشاكل خلال الساعات اللي جاية، مش لخلال الأيام اللي جاية، لأن موضوع مهم جدا هيكون فيه خسائر مالية وفنية كبيرة جدا على كل المنظومة القروية في مصر بالنسبة للمرحلة اللي جاية. طيب الخبر الثاني المهم اللي معايا النهاردة وهو متعلق بمشاركة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على حضور احتفال اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية
النهاردة في اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام، هذا الحدث اللي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء في مركز شباب الجزيرة بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. قدامكم بعض اللقطات من مشاركة الكابتن محمود الخطيب في مركز شباب الجزيرة في هذا اليوم المهم جدا، اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، احتفالا طبعا بأحد الاتحادات أو اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية. الكابتن محمود الخطيب ألقى كلمة خلال هذا الاحتفال وجه فيها الشكر لكل الحضور، على رأسهم طبعا وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وجميع المشاركين، معربا عن سعادته بهذا الجمع للاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل السلام. في تفاصيل وفي كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب وكلمة ألقاها الكابتن محمود الخطيب في هذا الجمع الرياضي الشبابي في اليوم الدولي العالمي، نتابع. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكثر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير، بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز، الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالميا يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحسن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من زوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام: اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي هنتكلم في شويه تفاصيل متعلقه بالمرحله اللي جايه وازاي الاهلي بيستعد لمباراه سيمبا التنزاني، ونشوف السوشيال ميديا والمحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا ايه ابرز النقاط اللي الكل كان بيتكلم عليها. نبدا مع بعض في ترند الاهلي. اول حاجه معايا من الحساب الرسمي للاهرام على تويتر، وبيتكلموا ان سيمبا التنزاني يصل للقاهره غدا الاربعاء استعدادا لمواجهه الاهلي. فريق سيمبا التنزاني في هذه اللحظات هو على متن الطائره المتجهه من تنزانيا الى دبي في رحله طيران، طبعا بالتاكيد حوالي 6 ساعات، سيتخللها ترانزيت حوالي 6 ساعات اخرى في دبي، ثم يستقل الرحله القادمه من دبي الى القاهره ليصل فجر غدا ان شاء الله خلال استعداده لمباراه النادي الاهلي. رحله طيران عاديه، سيصل بالتاكيد فجر يوم الاربعاء، هيكون في تدريبات يوم الاربعاء والخميس ثم المباراه على استاد القاهره حتى الان يوم الجمعه في مساء الجمعه القادم. طيب كمان معايا من الحساب الرسمي او الصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك، قالوا ان موسيماني يرفض استبعاد محمد الشناوي امام سيمبا التنزاني. على ذمه الزملاء في الوطن سبورت، كشفت مصادر مطلعه داخل النادي الاهلي ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تحفظ على مقترح ببقاء محمد الشناوي حارس المرمى على دكه البدلاء في مباراه سيمبا التنزاني ومشاركه علي لطفي كحارس اساسي في هذه المباراه ومنحه فرصه المشاركه في المباريات الافريقيه خلال الفتره القادمه. المصادر قالت بالنسبه للزملاء في الوطن سبورت ان رغم التاهل ورغم ضمان التواجد في الدور الثمانيه، لكن بيتسو موسيماني بيتمسك بمشاركه عديد من الاسماء البارزه والعناصر الاساسيه في هذه المباراه. واكدت المصادر ان قوه فريق سيمبا التنزاني خاصه في مهاجميه يجبر اي مدير فني على اللعب بالتشكيله الاساسيه خاصه في خط الدفاع او في مركز حراسه المرمى، لكن المعلومات اللي عندي ان حتى فريق سيمبا التنزاني هيكون موجود في مباراه الاهلي بدون ابرز حوالي من 4 إلى 5 عناصر اساسيه خوفا على حصولهم على انذارات وبالتالي غيابهم على مباراه دور الثمانيه القادمه. طيب كمان من الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، نشروا تفاصيل جلسه النصح والارشاد بين بيتسو موسيماني مع مدافع الاهلي بدر بنون. الزملاء في اليوم السابع قالوا ان بيتسو موسيماني طلب بدر بنون بالتركيز في الملعب خلال الفتره المقبله، وبيتسو موسيماني عقد جلسه مع المدافع المغربي من اجل توجيه عده نصائح له بسبب الاخطاء اللي ارتكبها في مباراه المريخ السوداني. هو بشكل عام الجهاز الفني بعد اي مباراه بيكون محضر بعض اللقطات والسكاوتنج والتحليل الرقمي لكل اللاعبين، لو في ارقام سلبيه بيقعد بيعمل جلسات خاصه عشان يشوف الاخطاء دي وازاي يعالجها الفتره اللي جايه. بدر بنون ممكن يكون كان شغل تفكيره الفتره الاخيره عدم انضمامه للمنتخب المغربي، انه كان من ابرز المدافعين اللي موجودين على الساحه الافريقيه الفتره الاخيره، فكان بيمني النفس بالتواجد في مباراه منتخب المغرب في التصفيات الافريقيه، لكن بالطبع استبعاده في معسكر المغرب ممكن يكون اثر ولو بالسلب على تركيزه في الفتره الاخيره، لكن بشكل عام هي مباراه وانتهت. وبدر بنون اتكلم وقال ان هذه المباراه خلاص انتهت، التركيز في الفتره الجايه وان شاء الله لسه المشوار طويل، وباذن الله كلنا ثقه في امكانيات المدافع المغربي السلطان بدر بنون مع النادي الاهلي في المرحله القادمه. طيب الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر ايضا كتبوا ان بيتسو موسيماني بيستقر على رحيل بواليا في نهايه الموسم الجاري، وقالوا ان الجنوب افريقي منح الضوء الاخضر للجنه الكره لبيع اللاعب الزامبي والتر بواليا بنهايه الموسم القروي من اجل التعاقد مع مهاجم اجنبي جديد في ظل رغبه المدير الفني في تدعيم مركز حراسه المرمى خلال الفتره القادمه. الوطن سبورت قالت ان موسيماني استقر على بيع والتر بواليا في اللي انضم طبعا في يناير الماضي لسببين، اولا عشان النادي يتعاقد مع لاعب في نفس المركز، والامر الثاني سوء التوفيق اللي بيحالف اللاعب في الفتره الاخيره. انا ردي هنا على هذه الجزئيه في حاجتين، اول حاجه قالوا تعاقد النادي مع لاعب في نفس المركز، اولا لغايه اللحظه دي في ازمه في مساله القيد الفتره الجايه، فاللي بيكتب الخبر او عنده المعلومه ما يعرفش ان اصلا نتيجه مواعيد القيد المحلي اللي هتنتهي مع نهايه الموسم المحلي يوم 30/9 ممكن تجبرك على انك ما تقدرش تجيب اي صفقات لا محليه ولا افريقيه رغم ان الموسم الافريقي هيبدا 10/9، فبالتالي الجهاز الفني اصلا بيشتغل الفتره الحاليه على انه ازاي ينتهي بالموسم او ينهي الموسم بشكل جيد محلي وافريقي. ومساله ان اللاعب لم يحالفه التوفيق حتى الان في مباراه ممكن يحرز هاتريك، فالموضوع يختلف في الصياغه الصحفيه نفسها، ممكن الامر يختلف، وجهه النظر تختلف، فهي كلها اجتهادات صحفيه، البعض بيحاول يجتهد ويقرب من المعلومه، لكن داخل المطبخ وداخل الشغل في الاجتماعات اللي بتتم الفتره الحاليه لم يطرح على اي شكل من الاشكال صفقات قادمه او من سيرحل في هذا التوقيت، لان لسه الموسم ممتد محليا على الاقل لغايه يوم 30/9 وافريقيا لغايه منتصف شهر 7. كمان من الحساب الرسمي للاهرام على تويتر كتبوا ان موسيماني يحسم
مصير بادجي من العودة للأهلي. بيتس موسيماني طبقا طبعا اللي كتبه الزملاء في الأهرام هيكون حاسم موقف السنغالي أليو بادجي لاعب الفريق المعار لأنقرة جوجو التركي من العودة لصفوف الفريق، وقال حسم أمره وقال إنه ليس في حاجة لإمكانيات أليو بادجي مع النادي الأهلي الفترة القادمة. طبعا هذا الخبر يعني سابق لأوانه، لسه المشوار طويل ولسه ما حدش عارف في نهاية الموسم وضع أليو بادجي مع فريق التركي ممكن يبقى عامل إزاي، وكمان في التعاقد ما بين النادي الأهلي مع النادي التركي في آليات في مسألة بيع اللاعب، فمش من مصلحة الأهلي أصلا ولا من مصلحة أي جهاز بيشتغل في الفترة الحالية إنه يتكلم على إمكانيات لاعب ممكن في شهر 4 يقول هاخد فيه قرار إمتى في شهر 7 دلوقتي إن هو يكون موجود معايا ولا مش موجود معايا. فبالطبع هذا الأمر هيكون بعيد تماما عن الصحة بالنسبة للفترة الحالية. طيب أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي عشان نطمئن من خلاله على آخر الاستعدادات والترتيبات لمباراة سيمبا التنزاني. واليوم النهاردة الفريق كان بيستأنف تدريباته بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها بالأمس. زميل العزيز فاروق صلاح برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. طبعا كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عايز أطمئن من خلالك، أولا الصفوف النهاردة مكتملة بعد الراحة السلبية بالأمس، النهاردة التدريب اشتمل على فقرات بأي شكل ممكن متاح بالنسبة لك تشرح لنا اللي حصل في التدريب، والمحاضرة النهاردة ممكن إيه أبرز التصريحات أو أبرز الكلام اللي اتكلم فيه بيتس موسيماني مع اللاعبين قبل مواجهة سيمبا إن شاء الله، والدوافع كمان اللي ممكن تكون عند اللعيبة في هذه المباراة. بالظبط زميلي العزيز محمد، تقدر تقول النهارده الفريق مكتمل الصفوف بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها فريق النادي الاهلي عقب مباراه المريخ السوداني اللي انتهت بتعادل ايجابي بهدفين لكل فريق وصعود النادي الاهلي رسميا الى الدور الثمانيه برفقه فريق سيمبا. سريعا فريق النادي الاهلي والجهاز الفني قفل صفحه مباراه سيمبا بكل صفحه مباراه المريخ بكل ما فيها، وبدا ان هو يفتح صفحه مباراه سيمبا، مباراه لسه ذات اهميه عند النادي الاهلي وعند الجهاز الفني. مستر بيتس موسيماني النهارده قبل انطلاق المران عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، حملت شقين يا محمد، اتكلم على شق نفسي واتكلم مع اللاعبين على التحضير للفتره القادمه. الفتره القادمه عندنا سلسله من المباريات، عندنا سلسله من التحديات، عندنا مباراة سيمبا التنزاني، ثم مباراة النصر في كأس مصر، ثم مباراة الزمالك في الدوري، مجموعة من المباريات اللي بتقبل التحديات. والنادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني بيتكلم مع اللاعبين، بيجهز اللاعبين لهذا الأمر. الشق الثاني الشق المحاضرات الفيديو اللي اتكلم فيها مع اللاعبين على بعض الاخطاء اللي وقع فيها اللاعبين في المباراه الاخيره مباراه المريخ السوداني، اكيد في ايجابيات في سلبيات. من الامور اللي يعني مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها مع اللاعبين ان اللعيبه كان عندها الدافع انها تلعب لاخر دقيقه وانها تحقق التعادل. عندنا سلبيات كتير، لكن في ايجابيه مهمه جدا انك لو مش في يومك بتقدر تحقق او بتتجنب الهزيمه. وقف على بعض الامور طبعا، في سواء في الاخطاء في الناحيه الدفاعيه او بعض الامور في الشق الهجومي. ان شاء الله يعني خلال الفتره القادمه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني هيتلاشى كافه هذه الامور. ثم محمد انطلق المران في تمام الساعه 4:30، يعني بدا بالشق البدني مع كابيلو مخطط الاحمال، استمر 25 دقيقه. ثم بعض يعني الوحدات التدريبيه الخاصه ايضا اللي بتحمل ما بين الشق البدني والكره اشتغلها اللاعبين ايضا مع مستر كابيلو مخطط الاحمال. ثم الفقره الرئيسيه او التقسيمه الرئيسيه، مستر بيتسو موسيماني قسم اللعيبه لفريقين في الوقت اللي انا بكلمك فيه محمد. التقسيمه شغاله، من الامور اللي لفتت النظر في التقسيمه يعني قبل ما نكون موجودين معاك، حالة التألق اللي عليها محمد شريف، أيضا حالة التألق اللي عليها ناصر ماهر، أيضا وليد سليمان، ديانج والسولية، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بنون. يعني برضو محمد كلمت في نقطة مهمة جدا، واضح أن بدر لسه متأثر بعدم انضمامه للمنتخب المغربي، ولكن لاعبي النادي الأهلي يعني عايز أقول لك أن سعد سمير، وليد سليمان، الشناوي كلموا مع بدر بنون، ويعني خلاص نسي هذا الامر، هيبدا يركز في الفتره القادمه. هو واحد طبعا من العناصر المهمه سواء لفريق النادي الاهلي او للمنتخب المغربي، فرصته ان شاء الله قادمه مع المنتخب المغربي. اطمنك ايضا محمد على حاله اللعيبه المصابين، وكان لينا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله
بالنسبه لعلي معلول، علي معلول دلوقتي بيستمر في البرنامج التاهيلي الخاص بعلي معلول، ماشي عليه بصوره يعني تقدر تقول صوره منتظمه. خلال اليومين القادمين هيتم تقييم علي معلول ان شاء الله من النزول الى التدريبات الجماعيه ويكون موجود مع الفريق. يعني غالبا محمد بنسبه كبيره علي معلول ممكن يكون خارج حسابات النادي الاهلي في مباراه سيمبا التنزاني، جاز يفضل ان هو يريحه في هذا اللقاء وياخد فتره راحه كافيه. تمام. ايضا محمد محمود خلاص في المرحله الاخيره من مراحل التاهيل، تقدر تقول ان محمد محمود يعني قدامه اسبوعين ويكون موجود في التدريبات الرئيسيه والتدريبات الجماعيه. علي بالنسبه لمحمود وحيد يعني بتتكلم خلاص من اسبوع ل 10 ايام هيكون موجود مع فريق التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. ايضا حمدي فتحي، اطمنا على حمدي فتحي من خلال الدكتور احمد ابو عبله، قال ان هيتم عرضه اليوم على الطبيب اللي اجرى العمليه ليه حمدي فتحي ان شاء الله من الغد ان شاء الله، يعني عقب عرضه على الطبيب اللي اجرى العمليه هيكون في تواصل، ومن الغد هيتم تحديد البرنامج التاهيلي اللي هيبدا يشتغل عليه حمدي فتحي. تمام فاروق. طيب انا كنت في بدايه كلامي في ترند الاهلي واتكلمت على اخر اخبار السوشيال ميديا، قلت مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني حتى الان في استاد القاهره الدولي، من خلال قربك من التدريب وكلامك مع الكابتن سيد، في تعديل ممكن يكون تم خلال الساعات الأخيرة؟ بالفعل زميلي العزيز محمد سعيد، تم تعديل وتم تحديد ملعب او استاد الاهلي والسلام اللي هو ملعب مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، والمباراه هتكون في تمام الساعه 9 مساء. طيب النادي الاهلي كان نعم اتفضل يا فاروق. يعني محمد في هذا في النادي الاهلي في بالامس تلقى خطاب باستضافه استاد السلام لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعه 9، اللي من المقرر ان يعني يديرها تحكيميا الحكم مصطفى غربال الحكم الجزائري اللي كان ادار لقاء الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. تمام زميلي العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وكان الخبر الابرز مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ستقام على استاد الأهلي والسلام يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين معاكم مكملين باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهاردة بالتأكيد الكل منتظر مباراة كبيرة جدا، مباراة باللغة القروية صقر قروي ما بين ريال مدريد وليفربول، وهو صقر بالنسبة بالتأكيد لبطل إنجلترا فريق ليفربول اللي بالتأكيد أبرز نجومه النجم المصري محمد صلاح. البعض ممكن يقول لك إيه الوطنية، لازم نشجع ليفربول عشان محمد صلاح، وفي طبعا مجموعة بتشجع ريال مدريد، لكن في النهاية نتمنى نشوف مباراة كبيرة جدا. عشان نلقي الضوء على هذا الموضوع لازم نستضيف حد يكون قريب الصلة من الأحداث في هذه المباراة، وتحديدا كمان من فريق ليفربول الإنجليزي اللي بيستعد لهذه المباراة الكبيرة جدا النهاردة أمام ريال مدريد في أسبانيا. لذلك في هذه اللحظات أنا برحب من خلال فقرة ترند أونلاين عبر الزوم مع المحلل والناقد الصحفي فريدي باكستون الصحفي بجريدة الجارديان البريطانية، عشان نتكلم معاه عن مباراة اليوم ما بين ريال مدريد وليفربول. مستر فريدي باكستون، أولا برحب بك في البداية، وعايز أعرف يعني اهتمام الصحافة وتعليق الصحافة الإنجليزية على مواجهات الدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. أشكرك على دعوتي. أنا بعتقد أن طبعا في مباريات كبيرة منتظرينها في الشامبيونز ليج، خاصة ليفربول مقابل ريال مدريد النهاردة، وأنا شايف أن البي أس جي برضو مباراة ننتظرها، وهو إعادة لما كان عليه النهائي في السنة اللي فاتت. البريتش ليج الفرق الإنجليزية أنا شايف أن عندها فرص كويسة، وليفربول بالطبع هيبقى قدام مواجهة صعبة، إلا أن تشيلسي ومانشستر سيتي ان شاء الله الاثنين هيتقدموا للدور القادم. مان سيتي بالاخص شايف ان عنده فرصه كويسه انه يفوز بالشامبيونز ليج، وطبعا ده هدفهم الاساسي، وكانوا ناجحين نجاح كبير في انجلترا، الا انهم لم يتمكنوا حتى الان من كسب اللقب الاوروبي. وبالطبع ليفربول بما عنده من تاريخ طويل هو كذلك بيامل في ذلك، ولكنهم هم ايضا امام مواجهة صعبة. طيب عايز أعرف برضو كيف ترى مواجهة صلاح أمام ريال مدريد؟ يمكن كلنا شفنا المباراة الأولى اللي كانت في نهائي العام قبل الماضي، وخرج صلاح بعد إصابة قوية نتيجة اصطدامه أو احتكاكه مع سيرجيو راموس.
مواجهة صلاح مع فريق ريال مدريد تحديدا، هل من الممكن أن تشكل ضغط على صلاح ولا يكون دعم وحافز معنوي لتعويض ما فات؟ شايفه ان صلاح هيكون عنده طبعا ذكريات عن ما حدث في السابق، وما طبعا ما كانتش خبرة جيدة، ولكن هو لاعب كبير، واللاعب الكبير دايما بيفخر أفضل ما لديه للمناسبات الكبرى. الماتش كبير، وهو أكيد هيحبب جمهوره والعالم كله أن يتفرج على الماتش، وهو هيحاول يأثر أثر إيجابي على الماتش. لوقت ما صلاح في الملعب ليفربول يقدر أن هو يقدم مباراة كويسة زي ما شفنا قدام الأرسنال. وهو صلاح عامة بيركز على اللعب وليس على المد، هو دايما بيقوم بده، وعشان بيقوم بده بيقدر يقدم أفضل ما عنده. وبكده أقول لك أن ليفربول عنده فرصة كويسة للتغلب على ريال مدريد. طيب، هل غياب سيرج راموس وفاران في خط دفاع فريق الريال ممكن يرجح كفة ليفربول؟ من المؤكد ان لو ريال مدريد النهارده عنده لاعبين اساسيين مش موجودين ومنهم راموس، لو غياب هؤلاء اللاعبين يمنح فرصه جيده لليفربول، لان طبعا قد يكون صلاح يرغب في الانتقام لما جرى في السابق، ويعتبر انه كذلك منافس لصلاح، وقد يكون صلاح يعني مش اسعد حاجه ان هو مش هيقدر يواجه راموس تاني. ولكن انا متاكد ان هيكون بالنسبه له برضه مهم ان بعد غياب اللاعبين الاساسيين في الفريق المنافس هيكون صلاح وليفربول عندهم فرصه اكبر لتقديم افضل وتحقيق اهداف ونتائج افضل. وبالتالي انا بقول انه هيكون نقطه ايجابيه، وان كانت المباراه في حد ذاتها سوف تكون مباراه صعبه. طيب، عايز اعرف منك برضو النهارده او في اخر مؤتمر صحفي لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سئل عن محمد صلاح وامكانيه انتقاله للدوري الاسباني مع ريال مدريد، رد وقال انا اتكلم بس عن ال 25 لاعب اللي موجودين معايا في ريال مدريد. تعليقك على تصريحات زيدان، هل ده معناه انه مش عايز يتكلم على صلاح دلوقتي لعل وعسى ممكن الفتره الجايه يكون احد ابرز لاعبي ريال مدريد، ولا شايف انه هيكون مستمر في ليفربول الفتره الجايه بالنسبه لصلاح؟ حسناً، النهاردة لما كان طبعاً في المؤتمر الصحفي هناك العديد من القواعد التي تتبعها نوادي الكرة وإداراتهم، وبيقولوا له مثلاً ما تعقبش أو ما تعلقش على لاعبين فرق أخرى حتى لا تكون هذه مشكلة. وبالتالي كان هذا من دواعي الحذر أن لا يتحدث عن لاعبين فرق أخرى، وإن كان ما نتحدث عنه هو من أكبر اللاعبين. وأنا أعرف أن زيدان وريال مدريد بيحبوا صلاح، إحنا النهاردة لازم نشوف صلاح عايز يعمل إيه. أنا بيتهيألي ليفربول ما كانش عنده أفضل موسم، صلاح نفسه بيقول بنقول أن عنده قدم موسم كويس، ولكن الكل هيحاول أن هو يوصل للشامبيونز ليج في على الأقل في المربع الذهبي، وبعديها بيتهيألي هيكون عنده الفرصة أن يفكر إيه اللي ممكن يقدمه، لأن هتتقدم له برضو أوفرز عروض، إلا أن طبعا يتوقف قراره على العروض التي سوف تقدم له. وبالتالي علينا الانتظار، لأن حتى محمد صلاح ذاته أعتقد أنه لا يعرف ما هي الوجهة أو ما هي الطريقة الأنسب للانتهاء من مرحلة الانتقال. إذن علينا الانتظار لمعرفة الوجهة القادمة لصلاح، ولكن بعد نهاية الموسم. فريدي باكستون الصحفي بالجارديان البريطانية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات قبل ساعات قليلة من مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. كل التوفيق لصلاح، إن شاء الله مباراة كبيرة يقدر يعمل فيها نتيجة جيدة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. سريعا عشان وقتنا هروح بس الخبر مهم جدا في الترند المحلي، متعلق بمباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، وكان في كلام كتير جدا في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. قدامنا من صفحة اليوم السابع والحساب الرسمي ليها على تويتر: اتحاد الكرة يتحمل تكاليف الحكام الأجانب لمباراة الزمالك والأهلي في رمضان. هو الترند حاليا عبر السوشيال ميديا، حكام مصريين حكام أجانب. اللي أقدر أقوله في هذه اللحظات في ثواني،
هي بالونة اختبار في هذه اللحظة. لم يتحدد إذا كان حكم أجنبي ولا حكم مصري، في الأساس هو حكم أجنبي، لكن إمتى هيتم التحديد مين الحكم اللي هيدير هذه المباراة؟ إذا أقيمت بعد أسبوع بالضبط هقدر أقول لكم بالضبط مين اللي هيكون موجود في إدارة هذه المباراة. لكن كل ما تردد في هذه اللحظات هي بالونات اختبار لمعرفة الوضع خلال الفترة القادمة وآراء الجماهير أو آراء المسؤولين خلال الفترة اللي جاية. نروح لسؤال الحلقة اللي طرحناه في بداية حلقة النهاردة من الترند، توقعاتكم لنتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول. مارينا بتقول 3-3، الفريقين بيلعبوا من غير دفاع. أيمن خليل بيقول 1-0 لليفربول. طيب يعني ما بين تعادل إيجابي 3-3 نسبة أهداف هتكون جيدة لصالح ليفربول، أو فوز ليفربول بهدف مقابل لا شيء. هي مباراة كبيرة ممكن يكون فيها حاصلة أهداف، لكن في النهاية بكرة مع بعض في حلقة الأربعاء إن شاء الله هنشوف بقى نتيجة هذه المباراة وتأثير نتيجة هذه المباراة على اهتمام كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في أنحاء العالم. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.